هذا اليوم الإعلامي وجهناه لفائدة المتعاملين الاقتصاديين في جميع قطاعات النشاط بما فيها قطاع الإنتاج، الخدمات، الاستيراد والتصدير، من أجل تحسيسهم على أهمية التأمين عفوا، والذي يعد أداة من أجل تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، حيث يضم هذا اليوم الإعلامي عدة مداخلات سوف تقدمها لنا شركة الجزائر المتحدة من أجل عرض منتوجاتها التأمينية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين، للبحث عن تأمينات وحلول لمشاريعهم المستقبلية أو الحديثة. مستعملي الخدمات المالية من جهة، والتعريف أيضا بشركة الجزائر المتحدة كيعني كفاعل جديد أو فاعل يعني حديث نشأة في قطاع التأمينات وفي قطاع المالية. اليوم الإعلامي حول تأمين تكافلي المنظم بالشراكة مع غرفة التجارة والصناعة للظاهرة لولاية مصر غانم، وداخل في إطار مسار يعني عام للترويج والتعريف بالتأمينات التكافلية. كانت لنا محطات في عدة ولايات في غرب ووسط وشرق البلاد، والمحطة الأخيرة هذه لهذه السنة كانت في مدينة مصر غانم، أين تم إمضاء أو إبرام اتفاقية مع غرفة الصناعة والتجارة لاستفادة المنتسبين لهذه الغرفة من متعاملين اقتصاديين وحتى المستخدمين من مزايا وأيضا تحفيزات من قبل الشركة، ويعني تمكنهم من الاستفادة من مجموعة يعني التغطية التأمينية للشركة باختلافها ويعني وتعددها. اليوم راه كاينه اون كونفونسيون سيني اونتر العلاقة بيننا وبين الشركة هي لا شوم دو كوميرس دي اندستري لا ولاية مصر غانم. الوكيل هذا واش يدير الشركة؟ سيت نوفيل اسيرونس ا كاركتير اسلامي. من حقها ان تتقاضى. دونك هذه شتي كونفونسيون يعني جلوبال العمل تاعها هي تتقاضى اجر ريجي للراسيو اونت لا شوم دو كوميرس سي تي نوفيل اسيرونس اي باي اي باي يا بون دي زابون على سبيل المثال كونسيرنو. مما يساعد الشركة في التوفيق بين وجوب المطابقة الشرعية وأيضا الرقي إلى أفضل الممارسات في مجال التأمين التكافلي. بغية التجاوب وتطلعات وحاجيات الزبون والشركاء عملت شركة الجزائر